بالنسبة مثلا كلنا نعرف ما حدث من سنة 39، طبعا بعد مثلا تأسيس إسرائيل وطرد الفلسطينيين وتشريدهم وحرب ال 73 وحرب ال 67 والاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان تماما والقتل والتدمير للإنسان العربي خاصة، ولا أقول، لا أريد أن أقول مسلم، جميع الأديان ليس هناك مشكلة عندي من الناحية الدينية، وأرى مثلا أنهم من البرابر المتوحشين، لا أستطيع أعطي عذر نهائيا للعدو الإسرائيلي، وأنا جنوبي، وطبعا جرى طردهم مثل الفئران المذعورين كما رأيت جميعا، يعني مثلا أنهم مع كل التقدم والتكنولوجيا والتطور العسكري هربوا كالفئران المذعورة تحت طرف المقاومة. اسمح لي يا أستاذ، اسمح لي يا أستاذ محمد، السؤال تفضل. الله يكرمك. طبعا راح أعطيك إلى السؤال. السؤال هو، أرى مثلا أشاهد على الأخبار اليوم منظر أنه مثلا الملك عبد الله يضع طبق وارد على نعش مجرم حرب هو إسحاق رابين. السؤال بسيط وليس فيه أي علامة استفهام وواضح وإلى النقطة، هل التعامل مع إسرائيل حرام أو لا؟ بكل بساطة، ليس هناك أي غبار. أريد جواب فضيلة الدكتور أن يعطيني رأيه لجميع العرب الذين يستمعون إلى هذا البرنامج. سؤال واضح، ونحن نعرف كم هم مجرمون وكم تمادوا في الإجرام وفي جميع أنحاء العالم وقهر الإنسان العربي بشكل عام والمسلم خاصة. يا أستاذ محمد اسمح لي، هو ما طرحته سيادتك واقع. السؤال ما طرحته، شكرا جزيلا، ما طرحته سيادتك واقع نعيشه جميعا. وطبعا حضرتك انتقلت بنا إلى قضية متعددة الأبعاد والأطراف ومعقدة إلى درجة كبيرة جدا، قضية لها أبعادها السياسية والحضارية والعقدية. حسب حكم الشرع، بحسب حكم الشرع، حسب حكم الشرع الإسلامي والاجتهادات الإسلامية، هل التعامل مع إسرائيل من أي ناحية حرام أو لا؟ من خلال القنوات السياسية أو الشعبية. شكرا يا أخ محمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الدكتور المصير بإيجاز إن أذنتم. هي القضية أساسا أن التعامل مع الحربي لا يجوز إلا في إطار استرداد الحق. يعني الحربي الذي يحارب المسلمين يجب أن يحارب. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا يجوز معاملة هذا الحربي ولا زواجه ولا أي شيء يتعلق بالتعامل معه، لكن في إطار استرداد الحق وفي إطار محاولة الوصول إلى ما اغتصب منا، ما هو الحل؟ فالتعامل مع العدو من خلال قنوات استرداد الحق هذه لا شيء فيها. أما أن نقوي العدو عن طريق ترويج بضاعته أو عن طريق استيراد منه أو عن طريق معاملات تزيده قوة، فهذا ممنوع وحرام. فنحن نفرق بين جانبين، جانب يجعل أموالنا تصب عند أعدائنا ليرد علينا بالسلاح ويأخذوا منا خيرتنا، هذا مرفوض وممنوع تماما. لكن عملية المفاوضات أو استرداد الحق أو أساليب عودة الحقوق لأصحابها، هذه مطروحة والمناقشات فيها مفتوحة. وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع قريش، وهذا وضع قائم إلى يوم القيامة، أن نحاول أن نعطي عهودا أو أن نأخذ عهودا أو أن نسترد حقا، هذا شيء لا شيء فيه. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني إذا أعطونا عهد ثم نقضوه خفية، نحن لا ننقضه خفية، إنما أمرنا الله تعالى أن نعلن على الملأ البراءة من هذا العهد. فنحن نفرق كما قلت بين موقفين، موقف استرداد الحق وموقف مساعدة العدو. وحضرتك أشرت إلى الفرق بين حالين، حالة إعلان الحرب وحالة المفاوضات أو عقد عهود. في الأحوال السلمية هناك تجارة ويمكن أن تكون هناك التمثيل الدبلوماسي، هناك بعد استقرار الأمور، بعد استقرار الأمور ووجود حالة سلم. لكن في حالة الحرب لا يجوز التعامل معهم ولا استيراد شيء منهم. ونحن في حاجة إلى تأكيد هذه القضية. يعني أعداؤنا الذين يقتلون المسلمين ويذبحونهم لا يجوز استيراد بضائع منهم ولا التعامل معهم حتى يعودوا إلى رشدهم. وحين تكون هناك حالة سلام فالمعاملات الاقتصادية تستمر عادية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هذا نص القرآن.